عمليات عسكرية بالجملة، هكذا تتطور المواجهة البحرية ويتوسع مداها إلى المحيط الهندي، ليصنع اليمن تحولا استراتيجيا خارج حسابات التحالف الثلاثي بقيادة واشنطن. تعلن القوات المسلحة هذه المرة عن عملية بحرية في المحيط الهندي، والهدف سفينة إسرائيلية كانت متجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة، وبالتوازي عملية أخرى ضد سفينة إسرائيلية في البحر العربي، ما يجري ترجمة للاستراتيجية التي سبق وكشف عنها السيد القائد. ملاحقة السفن الصهيونية إلى المحيط الهندي سيفرض تداعيات خطيرة على الملاحة التابعة للعدو. سبق واعترفت الأوساط الصهيونية بتأثيرات اقتصادية كبيرة نتيجة العمليات اليمنية في البحرين الأحمر والعربي، وليس أوضح من تعطيل ميناء أم الرشراش وانعكاس ذلك على قطاعات حيوية أهمها السيارات. المعادلة الجديدة تعكس حقيقة تطور النوع للقوات البحرية وتمكنها من تغطية مسافة بحرية كبيرة تصل إلى مئات الكيلومترات، وتأتي ضمن مسار تصاعدي حافل بالمفاجآت. العمليات الجديدة شملت أيضا سفينة بريطانية وفرقاطات أمريكية في البحر الأحمر، وهي جزء من الثمن الذي تدفعه واشنطن ولندن، وصورة عن الفشل في تحقيق أهداف العدوان على اليمن وبالتالي منع العمليات البحرية أو الحد منها. مزيد من التعقيدات يفرضها اليمن على البحريتين الأمريكية والبريطانية، وسبق أن اعترف الطرفان بالإخفاق في المواجهة مع تضاعف مستوى القلق من اتساع دائرة العمليات وبالتالي تضاعف الكلفة. وكلما تزايدت الأساطيل في البحرين الأحمر والعربي توسعت دائرة الأهداف للبحرية اليمنية.